متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية للمملكة. هذه النشرة سنبدأها دائما عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد أي سحب وغيوم. هما سوى بعض التشكيلات من السحب التي تشكلت تقريبا إلى الأجزاء الغربية من حائل، إضافة إلى أننا نرى هناك كميات من السحب والغيوم في حوض شبه جزيرة سيناء مرافقة لمنخفض جوي علوي وأحوال جوية غير مستقرة. هذا ما هو واضح معنا عبر خرائط درجات حرارة في طبقات الجو العليا. نلاحظ تدفق لهذا المنخفض الجوي العلوي الذي يتوقع أن يعبر الأجزاء الشمالية من المملكة، مسببا أحوالا جوية غير مستقرة تشمل المناطق الشمالية من المملكة على وجه التحديد، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية وشرق المملكة بما فيها بعض السواحل الشرقية من المملكة، بعض المناطق المتفرقة من منطقة الرياض، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي يتوقع أن تشهد أيضا يعني مع وجود بعض الهواء البارد المتدفق أحوالا جوية غير مستقرة خلال اليومين القادمين، بالإضافة لهذه المناطق وبعض أيضا المناطق الشمالية الغربية من المملكة ناتجة عن مرور هذا المنخفض الجوي العلوي. توقعات الحالة أو الحالة المطرية المرتقبة، ما كيف تستشعرها النماذج الجوية الحاسوبية؟ سنرى بذلك. إذا مع ساعات مساء هذا اليوم السبت ستلاحظ هناك بعض فرص زخات الأمطار المحلية الطابعة في المناطق الجنوبية الغربية، ولكن الأمطار تكون فرصها موجودة على النواحي الشمالية الغربية من تبوك وبعض أجزاء من الجوف. أما في ساعات صباح يوم غد ومع ساعات منتصف الليل وصباح يوم غد كما نلاحظ، فإن الأجزاء الشمالية من المملكة تكون على موعد مع هذه الأمطار على شكل زخات قد تكون رعدية مرفقة بالبرد أحيانا، تشمل أجزاء من رفحاء ومناطق عرعر والحدود الشمالية، طبعا أجزاء من شمال الجوف وسكاكا القريات وأجزاء من الطريف والحدود السعودية الأردنية، إضافة إلى حقل ومنطقة جبل اللوز وأقصى شمال غرب محافظة تبوك. بعض الزخات المحلية من الأمطار محتملة في بعض مناطق جنوب غرب المملكة. مع ساعات نهار يوم غد حتتركز هذه الحالة المطرية بشكل أساسي في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة على المرتفعات الجبلية، تشمل مرتفعات الطائف ومرتفعات الباحة، وتمتد جنوبا إلى بعض مرتفعات أبها وعسير، وربما أيضا تطال مرتفعات مكة المكرمة. هنا الزخات متوقع أن تكون غزيرة بعض الشيء ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البرد، لا سيما في ساعات ما بعد الظهر على وجه التحديد. زخات من الأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة والمناطق الشمالية من المملكة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، وهذه التوقعات تشير أنه مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين يتوقع أن تزداد فرص الأمطار في مناطق قريبة من العاصمة الرياض، وبالتالي هناك فرص أن تصل بعض الزخات من الأمطار إلى العاصمة تحت المراقبة، مع استمرارية هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وهطول الأمطار على النواحي الشمالية الشرقية من المملكة. صباح يوم الاثنين نتوقع أن تمتد بعض الأمطار نحو المنطقة الشرقية بما فيها الدمام. أما بالنسبة لهذه الليلة فالطقس في العاصمة الرياض أجواء باردة بوجه عام، درجة حرارة 12 درجة مئوية مع غيوم متفرقة إجمالا. توقعات الأحوال الجوية في المملكة خلال الثلاث أيام القادمة، إذا يوم الأحد أتوقع نشاط في سرعة الرياح مع أتربة مثارة، درجة حرارة 27 درجة مئوية نهار، هناك ارتفاع على درجات الحرارة صغرى 17، تتهيأ فرص أمطار ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين في العاصمة 27 إلى 13، تنخفض قليلا درجة الحرارة إلى 25 وصغرى 14 يوم الثلاثاء. الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من سكاكا 29 مع فرص لأمطار، 19-8 في عرار مع فرص لأمطار، وتبوك أيضا 19 إلى 7 درجات مئوية. غربا تكون في مكة المكرمة 28-19، الطائف 20-11 مع فرص لأمطار رعدية، غبار خفيف في المدينة المنورة 25-14، 27-21 في جدة وأجواء غائمة جزئيا مستقرة إجمالا. في مرتفعات أبها والباحة هناك أمطار رعدية، في الباحة 15-10، في أبها 20-12، وفي جزائر من 31 إلى 26 درجة مئوية. في الأحساء أجواء مستقرة إجمالا 27-11، في حفر الباطن فرص لبعض الأمطار كما ذكرنا من 21-11، أجواء مستقرة غدا في الدمام من 23 إلى 16 درجة مئوية. أتربة مثارة في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة وبريدة وحتى حائل في القصيم وحائل والرياض، 27-17 في الرياض، 28-11 في بريدة و 22-8 درجات مئوية في حائل. إذن هذه كانت آخر توقعاتنا الجوية بالنسبة للأحوال الجوية خلال اليومين القادمين. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.